بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بدايه صوم امنا القديسه العذراء مريم. والكنيسه بتحتفل بهذا الصوم سنويا في الفتره ما بين 1 ل 16 مسرى اللي هي من 7 ل 22 اغسطس. الصوم ده محبوب جدا وله اهميه كبيره عندنا احنا الاقباط بما تمثله لنا الست العذراء من مكانه خاصه في قلوبنا. فهي أمنا الحنون، هي الشفيعة القديسة الأمينة الجنس البشرية، هي كلية الطهارة والقداسة، هي أم المخلص، هي أم النور، هي الملكة الجالسة عن يمين الملك، هي أمنا القديسة العذراء مريم. الصوم ده إيه قصته بالظبط؟ في رأيين، في رأي بيقول إن الست العذراء نفسها بعد ما صعود السيد المسيح للسماء كانت مواظبة على إنها تاخد مجموعة من العذارة ويروحوا عند قبر السيد المسيح ويصلوا، فتبعتها عذارى كثيرات وكانوا بيسترشدوا بيها وشكلوا مجموعة كده من المتعبدات سموا نفسهم عذراء جبل الزيتون، عذارى جبل الزيتون، وعاشوا حياة الرهبنة والصلاة والمواظبة على الصوم. ومن هنا عرف هذا الصوم باسم صوم السيدة العذراء اللي هي نفسها صامته في الأول. رأي تاني بيقول إن هي الست العذراء اتنيحت في 21 طوبة، ده في يناير تقريبا 29 يناير، وحسب تقاليد الكنيسة كان عمرها في الوقت ده حوالي 59 سنة. وبعد الآباء الرسل ما دفنوها في القبر في الجسيمانية في القدس وبجوار جبل الزيتون، سمعوا أصوات تراتيل وتسبيح من الملائكة خارجة من القبر، لكن اللي حصل إنهم بعد 3 أيام انقطعت هذه التسبيح والصلوات ورجعوا من القبر لبيوتهم، وهم راجعين تقابلوا مع القديس توما الرسول. قالوا انت كنت فين؟ قال لهم انا كنت في رحلة تبشيرية في الهند وانا راجع لسه راجع دلوقتي. قالوا ده الست العذراء اتنيحت، تعالى خد بركتها. قال لهم انا، انتوا عارفين انا راجل شكاك، انا لا اقبل حقائق الا لما احط ايدي زي ما حطيت ايدي في جنب المسيح وفي اثار المسامير في ايديه ورجليه، فايه لازم اشوف الست العذراء بنفسي. خدوه راحوا القبر، دخلوا القبر ولم يجدوا جسد السيده العذراء، وابتدوا اتخضوا، ابتدوا يشكوا ان اليهود سرقوه. الا ان في هذا الوقت بالذات حدثت معجزه عظيمه جدا، ان فاحت من القبر رائحه بخور جميله. ولما رأى القديس توما حزنهم على هذا الخبر طمنهم وقال لهم أنا فعلا وأنا راجع شفت جسد العذراء محمول على أجنحة الملائكة وصاعد إلى السماء. وهنا الآباء الرسل حب أنهم ياخدوا أيضا بركة أنهم يتودعوا من جسد القديس العذراء مريم، فصاموا وطلبوا من ربنا أنه هو يكشف ليهم هذا السر. بعد 15 يوم في نهاية المدة شافوا الست العذراء جسدها في السماء محوط بالملائكة، وكانت هذه الرؤية في يوم 16 مسرى اللي هو 22 أغسطس اللي هو عيد صعود جسد السيدة العذراء. ورغم يعني أن هذا الصوم من ناحية الكنسية يعني لا يأتي في أهمية الصوم الكبير أو صوم الأربع والجمعة، لكن الأقباط تعبيرا منهم عن حبهم للقديسة العذراء مريم وشغفهم وارتباطهم العاطفي بأمنا القديسة العذراء مريم بيتباروا في هذا الصوم. بعضهم مثلا بيمتنع عن أكل الأسماك رغم أنه مسموح به يعني مصرح به من الناحية الكنسية، وبعضهم بيمتنع حتى عن الأكل المطبوخ بالزيت، يأكلوا بالملح بالمية والملح، وبعضهم بينقطع لساعات طويلة، وبعضهم ما بيكفوهوش ال 15 يوم بيصومهم 21 يوم يندرهم للعذراء يعني، ولا نادر يعني. فلهذا الأقباط يحتفظوا بمحبة كبيرة لأمنا القديسة العذراء مريم، وفي طقس الكنيسة نعيد لها 7 أعياد الوحيدة اللي في الطقس الكنسي، يعني كل قديس له عيد أو 2 بالكتير، لكن دي الست العذراء ليها 7 أعياد. أولا عيد البشارة بميلادها، ده بيبقى يوم 7 مسرى يعني بعد أسبوع من الصيام.
عيد ميلادها 1 بشانس، عيد دخولها الهيكل وهي عندها 3 سنين، ده يوم 3 كياك بيبقى في ديسمبر. عيد دخولها أرض مصر العائلة المقدسة 1 يونيو اللي هو 24 بشانس. عيد نياحتها اللي هو 21 طوبة في يناير، وتكريس أول كنيسة باسمها في بقونة 21 بقونة، ويعرف باسم العذراء حالة الحديد. وبعدين عيد صعود جسدها للسماء اللي هو بنحتفل بيه يوم 16 مسرى، وده أشهر هذه الأعياد. إلا أنه أضيف عيد آخر في أيام البابا المتنيح كيرولوس السادس، هو عيد ظهورها في كنيسة العذراء في الزيتون سنة 1968. وأشهر الكنائس اللي بنيت على اسم العذراء في مصر هو كنيسة ودير السيدة العذراء المحرق في الوجه القبلي، وكنيسة العذراء في أتريب اللي هي في بنها في الوجه البحري. الدير المحرق لما الست العذراء كانت في زيارتها لمصر، كانت يعني هربت إلى العائلة المقدسة، اتجهت جنوبا في الصعيد، وكانت آخر نقطة قعدت فيها في موضع دير المحرق، وده كان أطول مكان مكست فيه العائلة المقدسة، لدرجة إنها قعدت فيه 6 شهور. وهناك ظهر الملاك ليوسف البار وأمره بالعودة لفلسطين، وقال له لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. وعن هذا الدير وهذه الكنيسة كل المراجع التاريخية اللي لدينا في الكنيسة في مصر يعني هنا أرخت لهذه الزيارة ولهذه الرحلة في تاريخ أبو المكارم وفي تاريخ العلامة المقريزي وتاريخ اللي كتب الرحالة فان سليب في القرن 17 وفي الخطط التوفيقية والقمص عبد المسيح المسعودي في تحفة السائلين في أديرة الرهبان المصريين. وذكر عنه إن هو في هذا الدير في جبل قصقام في أسيوط، وقيل إن الست العذراء لما زارت مصر زاروا هذا المكان وبني فيه المذبح القديم في دير المحرق. لازال هذا المذبح موجود، ومن تقليد الدير الجميلة أنهم بيصلوا يومين في هذا الدير قداس وباللغة القبطية، ممنوع أي كلمة غير قبطي تصلى على هذا المذبح. وكل الأماكن اللي زارتها الست العذراء تباركت، وإحنا في الكنيسة الأبنطية بنعتبر زيارتها لمصر هي حجر الأساس في تكوين وبناء وتأسيس الكنيسة القبطية في مصر. كل عام وانتم طيبين، نتمنى لكم صيام مبارك وأيام سعيدة بشفاعة أمنا العذراء لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.